السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ وحشين، عاملين ايه؟ انا معلش اتأخرت عليكم، كنت تعبانة شوية، سكر كان عالي عليا شوية، والحمد لله. انا جايبة النهاردة سمان، جايبة النهاردة سمان وهوريكم واشوف بعمل ايه. اهو سمان، وعملت البصلة اهي وغسلاهم خليها زي الفل ونقعها في الخل زي الفل، والبصل اهي عاملاها طحنها وحشي، واقول لكم هاي اللي هيحصل بعد كده. انا معاكم، ولعت على الزيت، هشوح البصله بتاعت الحشو واحط حته مستكه وحبه لورا، انا طبعا حاطه ايه، حط الفلفل والكمون وكله فيها. طوح بس ايه، المستكة طبعا ما تخليش زفارة ولا اي حاجة. حط الفلفل والملح والكمون في قلب البصل، وحطيت لورو وحتة مستكة، بس تهبط كده شوية وأقوم إيه. بصوا طبعا إيه، أنا رجعت لكم أهو، أدي البصلة بتاعتنا خلصت أهي الحشو، هقوم هحشي الوقت، هطفى عليها خلاص، هحشي وأقول لكم بعمل إيه. خلاص أهو، بصوا أنا رجعت لكم أهو بحشي أهو، أدي إيه السمان بتاعنا بحشي. أحط طبعا الكبدة بتاعته والقنص أقفل بيها وأكتف كده، شايفين بعمل إيه؟ كتف كده اهو، ولا خياطه ولا حاجه، ومش بط عشان نخيط ادم كده اهو اهو. طلعت طبعا نص فرخه عشان في اللي بياكل ده ياكل وفي اللي بياكل ده ياكل، لازم ايه عشان ما حدش يصلم، ده ياكل وده ياكل، العيال ما بيحبوش ايه، اللي بيحب السمان بياكله واللي بيحب الفراخ بياكل. انا هخلص وارجع لكم. رجعت لكم اهو، بصوا انا هحط ايه الزيت بتاع السمان اللي هشوح فيه اهو، هحط حته مستكه، مستكه اهي وحبه هذا، وحط ولا اراوي لو ادي السمنة اهو بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ اهي اهدى، شوحنا كده حاجه ايه، نحط ميتنا اهي خلاص كده ايه، حاجتنا تستوي براحتنا. ادي الفلفل بتاعنا اهو، ادي البصلة، ادي البصلة اهي اهي كده ايه، خلاص هسوي استوي براحته وراجع لكم.